جيت اطمن عليك بعد اللي صار هاك اليوم. الباشا جاني وشكله ناوي لك عشر كبير. شو حالك؟ ليش عم ترد؟ في شيء؟ في شيء؟ لك أنا حمارة، أنا خوتي، لكن عنك يا مجنونة طاعة على الله، أنا شو جابني لهنا أصلاً؟ دي خلاص قد أنا كنت ما استناك كل هالعمر ما استناك. كنت عرفاني إنك راجع لعندي. لما شفتك أول مرة بالقصر كانت روحي من جوا رح تطلع لبرا وتعانقك. صدقت إمتى أقدر إجي أشوفك. خفتي تفوتي على الضيعة؟ ما في حدا بيعرفني هلا. أنا أبخاف ولا نسيتني؟ أبدا. وأنا كمان ما نسيت عني. كل ليلة كنت معي، كل ليلة كنت بعت لك رسائل، حسيت فيين ما وصلوا لك. كل شيء تغير. أنا كمان ما وهنا ولا شيء تغير. أنا نفس البنت اللي عطتك حالة أول مرة. هالحكي صار زمان كتير، حوالي 17 سنة وقتها، وأنا حاسسته من امبارح. خلاص بقى، قلت لك خلاص، بقى في شيء بيناتنا، قصة قديمة